رئيس الائتلاف الرئيس الحكومي. الكثافة السكانية في المناطق المحررة وانخفاض مستوى المعيشة وانتشار المخيمات عوامل شكلت ضغطا على قطاع الصحة في الشمال السوري، قطاع يحاول القائمون عليه تطويره وتحسين الخدمات فيه في كل الشمال السوري. وزارة الصحة عقدت اجتماعا تنسيقيا مع نقابة التمريض وفروعها لبحث تدليل العقبات ومناقشة آلية مزاولة المهنة. من ضمن سلسلة لقاءات دورية احنا نجريها مع الفعاليات الصحية وشركائنا في القطاع الصحة واهمهم نقابة الاطباء والتمريض والصيادلة واطباء الاسنان. طبعا اليوم اجتمعنا مع نقابة التمريض بفروعها النقابة المركزية ونقابة ادلب ونقابة حلب وناقشنا مجموعة من النقاط الهامة اهمها واقع العمل الصحي وواقع قطاع الصحة في الشمال السوري المحرر، بإضافة بعض النقاط الهامة الاخرى مثل ملف التراخيص الطبية دور النقابات وآلية التراخيص الطبية ومراجعة شاملة لأساس التراخيص الطبية الموجودة سابقا. بعد خروج مناطق واسعة من سوريا عن سلطة النظام وبطبيعة الحال ارتباط مؤسسات الدولة بالنظام وأهمها قطاع الصحة، بدأت تنشأ تباعا نظرا للحاجة مشافى ميدانية ومن ثم مراكز صحية وصولا لتأسيس وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة. لكن ما زال القطاع الطبي بحاجة لدعم وتنظيم عمل القطاع في المناطق المحررة لتحسين الخدمات. ما عندنا مشكلة ان يكون في توحيد. اجتمعنا اليوم مع وزارة الصحة، طبعا طرحنا عدة نقاط، من هاي النقاط هو منح التراخيص للعاملين الصحيين من تمريض وفنيين، وحاولنا نزلل الصعاب اللي عبعانوا منها الكوادر الطبية في تحصيل مزاولة المهنة، وتوحيد أهم النقاط اللي تم الاتفاق عليها توحيد مزاولة المهنة للمحرر بشكل كامل. النقاط الأخرى هي كلوكيوم للطلاب المنقطعين، إن شاء الله بفترة قريبة راح يصير كلوكيوم للطلاب المنقطعين. زائد حكينا بموضوع التخصصات الطبية ما بعد التمريض.